فنستفتح بحول الله عز وجل منزلة سبقت الإشارة إليها قبل، وهي منزلة المحبة. وقد ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في وصفه أو كنايته عن المحبة أنها مركب العبد السالك إلى الله. فإذا كان الخوف والرجاء يمثلان جناحين يطير بهما العبد إلى ربه عز وجل ذللا، جناح الرجاء وجناح الخوف، فإن المركبة التي يستقلها العبد الصالح وهو سائر إلى ربه هي المحبة. والمحبة هي جوهر القرآن الكريم، وهي فص العبادة، وهي حقيقة الدين، بدءا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وذلك أن الإنسان المؤمن حينما يختار أن يكون عبدا لله كما اختار ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما معناه أن قلبه مال إلى الله، ولا يميل القلب إلا إذا كان محبا. فإنما المحبة في معناها ميلان القلب. والحقيقة أن هذا الأمر عظيم جدا، ولو علم الناس حقيقة الدين من حيث هو محبة لانكب عليه الجميع إلا من غلف الله قلبه وأفسد طبعه ومسخ فطرته. أما من كان ما يزال في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما يزال في قلبه مثقال ذرة من فطرة، فإنه لا يمكن إلا أن يكون محبا. ولولا أن إبليس اللعين يفسد على الناس تصوراتهم للدين وللإسلام لما بقي أحد شاردا عن الله عز وجل من المسلمين إلا وجاء يطرق بابه راغبا وراهبا لا يفارق المساجد أبدا. وتعلمون حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد. فأن يعلق القلب بالمساجد فليس له إلا معنى واحد، وذلك أن هذا القلب إذ علق في المسجد معناه أنه ارتبط بالله عز وجل ارتباط المحب الموحد له وحده لا شريك له. ومن المعاني اللطيفة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل أن شهادة لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص وعنوان التوحيد إنما حقيقتها ترجع أساسا إلى أن العبد حينما يشهد بها ويقر بها فإنه يفرغ قلبه من كل حب من سوى محبة الله عز وجل، لأن قول العرب آله يأله أي أحب يحب، هذا أصل الاستعمال. وذلك أن الإله من حيث هو اسم يدل على صفة، أما اسم الله عز وجل اسم الجلال فهو اسم يدل على علم، اسم عالمي، أي بمعنى ولله المثل الأعلى. وإنما لنفهم المقصود كما يسمي أحدكم ابنه سعيدا أو محمدا أو عمر أو عليا فهذا يسمى اسم علم، أي أنه اسم يدل على جامعية الشخص، على كلية هذا الإنسان أو هذا المسمى أيا كان، تسميه باسم معين حتى إذا ناديته عرف به واشتهر به، ويسمى الاسم العلم كما هو معروف في النحو. ولله المثل الأعلى، فاسم الله عز وجل العلم، أي الاسم الذي يدل على ذاته وحده دون سواه، والذي لا يمكن أبدا أن يشركه فيه أحد، هو الله عز وجل. هذا الاسم وحده لا يشارك الله فيه أحد أبدا، ولذلك كان اسما مفردا حتى في اللغة، لا يجمع ولا يثنى، ما كاينش في اللغة العربية الجمع ديال الله أو المثنى ديالو إطلاقا، لا وجود له، فإنما هو اسم واحد لأن الله واحد بالذات سبحانه وتعالى غير متعدد. أما أسماؤه الحسنى فهي أسماء تدل على صفات له سبحانه وتعالى، ومن صفاته أنه إله، والإله صفة، ومعنى كونه إلها أي أنه معبود محبوب. وبما أن الإنسان وغير الإنسان قد يعبد من دون الله أندادا فيكون له إله آخر من غير الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، إله اتخذ إلهه هوى. فالإله إذن صفة لله
وهي صفة تتعلق بقلب الإنسان من حيث إن الإنسان يحب الله عز وجل ولذلك فهو يعبده، ولذلك كانت هذه الكلمة قابلة للجمع وللتثنية، لأن الإنسان يمكن أن يعدد محبيه فتكون له آلهة، ومن هنا جعلت العرب آلهة تعبدها من دون الله لأنها أشركت وعددت ولم توحد، وذلك لأن هذا الإحساس أي إحساس بالعبادة يرجع لدى العرب إلى استعمال هذه الكلمة في كل معاني الوجدان، يقولون أله الفصيل يأله ألها وولها، إذا اشتاق وحن وأحب، والفصيل هو ابن الناقة الذي فصل عن الرضاع، فصيل اسم فعيل كما نقول فطيم للإنسان الذي فطم عن الرضاع حديثا يقال له فطيم، كما يقال له رضيع إذا كان في مرحلة الرضاع، ففصيل إذن هو ذلك الجمل الصغير الذي فصل أي عزل عن أمه، فهم يريدون فطمه حتى لا يرضع فيها، فتخرج الأم أي الناقة إلى الحمى لترعى ويبقى الفصيل في البيت، وهو حديث عهد بالرضاع وبالفطام، يعني عاد البرح كان كيرضع اليوم فطمه، حديث عهد بالرضاع وبالفطام أو الفصال، فإذا مضى وقت ما لم يألف أن يفارق فيه أمه ناح هذا الفصل. وللجمال نواح، معروف أن الجمال لها سبحان الله عظيم أصوات تشبه بكاء الإنسان إذا حزنت أو حنت، فينوح هذا الجمل الصغير بكاء على أمه وفراقا، فيقولون حينئذ أله الفصيل أي حن واشتاق إلى أمه، فأمه على المستوى اللغوي أقول اللغوي هنا إله، أي أنها محبوب لدى ذلك الفصيل، مألوها محبوبة، فحينما نقول لا إله إلا الله أي لا محبوب بصدق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومعنى العبادة هو هذا، لأن عبد يعبد أي ذل يذل، والذلة شعور وجداني، يعني القلب يذل أي يلين يلين، ولذلك سمي فعل العبادة العمل ديال العبادة سمي طاعة، طاعة الطاعات التي يضد المعاصي، ولا يقال لفعل طاعة إلا إذا حصل فيه أمران، الأمر الأول هو الاستجابة لأنك تؤمر فتستجيب، صلي تصلي، زكي تزكي، لا تزني لا تزني، لا تسرق لا تسرق، فإذا حينما يأتي الأمر والنهي تستجيب، هذا الشرط الأول، ثم بعد ذلك الرضا وهو شرط سابق ولاحق، أي به تبدأ العمل وبه تنتهي من العمل، أي تفعل الفعل تستجيب للأمر والنهي وأنت راض بخاطرك مش بزز، وذلك ما يعبر عنه بالنية أيضا وبالإخلاص أيضا، ولأمر ما سمى الله عز وجل سورة قل هو الله أحد بصورة الإخلاص، مع أنها عنوان التوحيد، ما سماها سورة التوحيد، سماها بالمضمون بالمغزى الإخلاص، لأن الإنسان حينما يوحد الله عز وجل إنما معناه أساسا يخلص الطاعة له وحده لا شريك له، وكل فعل أديته وأنت مكره لا يسمى طاعة، لو أن ذا قوة في شخص عنده قوة وسيطرة أمرك أن تفعل فعلا بالزز عليك تدير شي حاجة ففعلتها كدير الحاجة خوفا لا يعتبر ذلك طاعة، ما يتقالش ودي فلان يطيع فلان، لا، لأن الطاعة مقرونة بالمحبة، وأنت حينما تفعل الأمر الذي أمرت به تحت الإكراه فإنما تفعله خوفا لا محبة، وهذا لا يسمى طاعة وإنما فعل تحت الضغط والإكراه، ولذلك قال عز وجل لا إكراه في الدين، لا يقبل الله عملا إلا إذا كان مبنيا على الرضا،
تفعله وأنت راض. وهنا يحضرني مثل فقهي أكرره كثيرا ومهم جدا لنفهم ما الطاعة. قال الفقهاء: لو أن شخصا امتنع عن أداء الزكاة يوم كان الجابي يدور لجمع الزكوات العاملين عليه في الزمن السابق، لما كانت الشريعة الإسلامية هي أساس العمل ديال البلاد الإسلامية، كان واحد مكلف من طرف السلطان يمر على البلاد والعباد يجمع الزكوات. فلو أنه شي واحد قال له ما نعطيك شيء زكاة أرفض، فإن السلطان يرغمه على أداء الزكاة بالزز منه يخرجها، فيعد عليه الجابي ماله، يحسب له الفلوس دياله اللي بنت، ثم بعد ذلك يطرح عنها مقدار الزكاة حسب صنف المال، حسب طبيعة المال. إذا كانت تجارة راه معروف مقدار 2.5%، كانت فلاحة معروف العشور أو نصف العشور، كانت بهائم على كل حال مقادير معروفة، كانت غنم فعنده واحدة من 40 إلى آخره، فيخرج العامل أو الجابي الزكاة أو يأخذها منه قهرا. قال العلماء: هذا الفعل يسقط منه حق ويبقى حق، لأن الزكاة فيها حقان، حق للعباد وحق لرب العباد. فأما حق العباد فهو حق الفقراء، حق الفقراء وهو المال الذي أخرج. كيقولوا هذا الحق ديال الفقراء تعطى لهم مادام خرجنا منه قلعنا الزكاة بزز، تعطات الفقراء ما يعاودش يديها مرة أخرى، لأن حق الفقراء وصل. أما حق الله فهو العبادة، يعني أن الذي أدى الزكاة ينبغي أن يكون بفعله مطيعا لله، ولا طاعة إلا مع المحبة والرضا. وهذا الشخص أخرجت عنه الزكاة كرها فلم يحصل في قلبه رضا ولا محبة، قالوا فحق الله باق عليه إلى يوم القيامة، ما سقطش عنه حق العبادة أي حق الله عز وجل. وهذا قياس مضطرد، يعني قياس كتبنا عليه جميع العبادات، كل عبادة لم يؤدها العبد بقصد طيب بنية راضية فهي عبادة باطلة. إنما الأعمال بالنيات وإنما تفيد الحصر، كل عمل لم يبنى على نية التعبد فليس بعبادة. فيشترط أن تكون العبادة مبنية على نية العبادة نفسها، والعبادة هي الرضا والخضوع القلبي وليس الشكل وحسب. فلا قيمة لشكل لا يدل على باطنه، ولا قيمة لباطن طبعا لا شكل له. الإيمان قول وعمل، ثم قبل ذلك وبعد ذلك رضا أي نية وإخلاص، إخلاص. ولهذا سميت شهادة أن لا إله إلا الله بكلمة الإخلاص. والإخلاص في اللغة هو الصفاء، خلص الحليب أي صفى، حليب خالص ما مخلطش بالماء أو بأي وسخ، خلص الحليب صفى، خلص الحلال صفى من الحرام. فالإخلاص إذن سميت سورة التوحيد، يعني لأنها تبني التوحيد، سميت سورة الإخلاص لما؟ لأن التوحيد الحق هو ما صفى فيه الإخلاص لله الواحد القهار. كيف يحصل هذا؟ لا يحصل إلا إذا كان العبد محبا لله عز وجل، إلا إذا كان العبد محبا لله عز وجل. وأحب العباد في ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المحب الأول لربه. في الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر، وفي رواية لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام اتخذ الرحمن خليلا، وفي رواية لقد اتخذت الرحمن خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. خليل هي أرفع درجة في المحبة، الخلة. خلل أو خالل الشيء الشيء أي خالطه وشارك. إذا كان واحد صاحبك كتلقى انت وياه متفاهمين انت وياه فهو صاحبه، تمشي معه وتجي معه، ولكن إذا تعلات هذه الدرجة ديال الصحبة إلى درجة المخالطة في المال وفي كل ما يجوز المخالطة فيه، يعني كما كنقولوا في واحد كيعبر بالدارجة كلام حقيقي، كيقول أنا وفلان
من فرقين إلا الإحرام شركه، أما ما يجوز الخلطة فيه فقد شاركناه. هذا ما كيبقاش صاحبك، هذا خليلك، يعني يمكن إلى غبت هو ينوب عليك في الأخذ والعطاء، ويصرف لك على أولادك، ويهز الهم ديالك، ويقضي الدين ديالك، بحيث أنه إلى لقى شي واحد كيسالك هو كيخلص. هذه فوق الصحبة، هذه المخاللة أو الخلة. ولذلك درجة المحبة التي كانت في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام لربه هي هذه الدرجة، يعني أنه أحبه إلى درجة أنه خالط قلبه عليه الصلاة والسلام حب الله بحيث لا ينفك عنه. فمحبة الله خالطت قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث لا تنفك عنه، ما يمكنش يتفرق القلب ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحبة ديال الله عز وجل ليل نهار، ما ينساش ربي عز وجل سبحانه وتعالى. فكذلكم كانت محبة رسول الله لربه عز وجل. وهذا حديث صحيح ثابت في الصحاح، أي أنه اتخذ الله خليلا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر أو ابن أبي قحافة. قال يعني لو أنه كان ممكن دير شي واحد من بني آدم خليل ما نفرقوش بالمحبة ديالي الكبيرة، أول واحد نديره هو أبو بكر لأنه صاحبه. ولكن قال أنا اتخذت الله عز وجل الخليل، ما بقاتش البلاصة لبنادم، ولو كان أبا بكر وما أدراك ما أبو بكر، صاحبه الذي ذكر في القرآن الكريم، والذي وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في أشد الأحوال عسرة، وكان معه على كل حال في اليسر والعسر وفي المكره والمنشط رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شأنه، فالأمة إذن مأمورة باتباع رسول الله. قولوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم صفاته عليه الصلاة والسلام شمائله أنه كان محبا لربه، فنحن أيضا نجتهد أن نحب ربنا، لأننا إن أحببناه حقا سهل علينا حمل كل شيء من تكاليف الأمر والنهي في الدين. وهذه المشكلة ديال الناس وديال المسلمين بصفة عامة، أن محبة الله عز وجل لم تخالط قلوبهم، ولو خالطتها لتحولوا تحولا جذريا ولا أصبحوا قوما آخرين. الشيطان اللعين يخبل ويخدج ويخلط على الناس دينه، له مزاميره وله ملاهيه وله ظلمات، يخرج الناس من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والمجتمع ظلمات في كل مكان وفي كل درب وفي كل مجال وفي كل ميدان، ويبقى النور وحده واحدا لا يتعدد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنور واحد لأن مصدره واحد. ولذلك كانت المحبة واحدة، محبة واحدة. إذا امتلك القلب فقد امتلك. ورجل قلبه معلق بالمساجد، لو كان قلبك معلقا بالمساجد حقا فأنا ذهبت لا تخشى شيئا، فين ما مشيت ما تخافش. علاش؟ لأنه حينما يحصل النداء للأذان يدق قلبك ويطلبك قلبه، لأن قلبك هناك أو هنا بالأحرى في المسجد معلقة. وكانت الأمة قبل أمة صالحة في أغلب أحوالها، ولذلك بنت منازلها على أساس المحبة. اللي درسوا العمران، ما يسمى اليوم بفن العمران، شكل تخطيط المدن والمنازل، لو أنهم تذوقوا حقيقة تصميم المدن القديمة، المدن العتيقة، حال المدينة اللي احنا فيها الآن، وأي مدينة تشبه هذه المدينة، المدن اللي مبناها شيء النصارى ولا أولاد النصارى بالمعنى، فتلقى فيها واحد الميزة، وذلك أن كل الطرقات في المدينة تؤدي إلى المسجد. أنت في الجامع الكبير، كل شيء الدروبة في المدينة يتلوى ويتلوى ويصبوا في الجامع الكبير، كل الطرقات تؤدي إلى المسجد، وكل المساجد تؤدي إلى الصلاة،
لأن المساجد يرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلاة، وكل الصلوات تؤدي إلى الله عز وجل، تؤدي إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الثابت الصحيح أيضا: وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. وسبحان الله العظيم، كان قلب المدينة، القلب ديالها هو المسجد. علاش داروا قلب المدينة هو المسجد؟ لأن الأمة قلت كانت صالحة، وكانت قلوبها معلقة بالمسجد، والقلب هو واسطة البدن. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولما تشوف قلب المدينة أصلح مكان في المدينة وأطهر مكان في المدينة، فاعلم أن هذه الأمة بخير. ولكن حينما تراه على العكس، فاعلم بأن الأمة مريضة. حينما تجد أن المسجد قل من يدخله وقل من يطرقه، فاعلم بأن خللا حدث للناس. حينما بنت مدنها الجديدة، بنوا المدن الجديدة، وخصك تضرب مسافة باش تلقى مسجد. في واحد الوقت سابق كنت نمشي للمدينة كبيرة، كل وضوح مدينة الدار البيضاء. لما ننزل في المدينة النصرانية قبل سنوات، أقول كنمشي مسافة طويلة جدا باش تلقى فين تصلي. ولو كون بغيت مقهى، معروف عدد المقاهي، كنقولوا بين المقهى والمقهى مقهى، ولا تجد حتى مقهى لتستريح فيها وأنت مرتاح، لأن أغلب المقاهي تبيع الخمر مع الأسف. فالعقلية التي صممت هذه المدن الحديثة ماشي عقلية المسلمين، عقلية قلوبها غير معلقة بالمساجد، بل علقت قلوبها بالمقاهي والخمارات، فأكثر من هذه وأقل من تلك، والناس تمضي مع هواها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فمن كان هواه معلقا بالمسجد لا يستطيع أن يبعد عنه، ما تقدرش تبعد على قلبك، فتبني لمكان قلبك قريبا منك. هذا كله فقط لنشير إلى الأحوال التي تبدلت في الناس. من الأسباب الخطيرة المدمرة للمجتمع أن الناس فقدوا المحبة في الله. ولما فقدوا هذه المحبة؟ لأنهم جهلوا بربهم. ولو علموا به لما فقدوها، ولو علموا به لما فقدوها، لأن الله عز وجل شهد أن الموحدين من الأمة وسادة الموحدين إنما هم أولو العلم، وسادة الخشع الخضع إنما هم العلماء، كما في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء العلماء إنما المقصود بهم العلماء بالله، الذين علموا لله قدره وعرفوه له عز وجل. فمن عرف لله عز وجل قدره بعلم أحبه، وهذه حقيقة التوحيد. لما كان الدين مبني أساسا على التوحيد؟ لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بمكة إلى التوحيد، وإلى التوحيد فقط؟ وإنما كان التشريع بالمرحلة المدنية، أغلب التشريع إنما كان بالمرحلة المدنية. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم، شحال عمر الدعوة الإسلامية؟ 23 سنة. دوز فيها النبي صلى الله عليه وسلم 13 عام في مكة وعشر سنين بالمدينة. 13 عام، كتر من النص كله في تقرير التوحيد للناس. حتى إن الخمر لم تحرم بمكة 13 سنة، والخمر ما حرمت إلا بعد الهجرة إلى المدينة، بل كثير من الفرائض ما فرضت ولا وجبت إلا بعد الهجرة إلى المدينة. شريعات كثيرة أجلت حتى المرحلة المدنية، وبقت 13 سنة من تاريخ السيرة النبوية وتاريخ القرآن. وما أدراك ما تاريخ القرآن؟ كل لتأصيل وتأسيس التوحيد في قلوب العباد. علاش؟ راه ماشي القضية فقط قضية تصورات، يعني خصنا نفهموا بأن الله واحد، صحيح هذا مهم جدا وأساس، ولكن ماشي غير نفهموا، نفهموا ونحسوا، وهذا الإحساس هو اللي مات في القلوب. شهادة أن لا إله إلا الله كما هي فهم هي إحساس أيضا، وهذا هو اللي مات في القلوب. كثير من الناس الآن في المجتمع كيعرف شهادة أن لا إله إلا الله ويشرحها لك مزيان، ولكن تقدر تلقاه ما كيصليش قاع تصلى. ماله؟ قلبه مريض، قلبه لم يذق ما الإيمان ولا طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان، ما ذاقش حقيقة لا إله إلا الله.
ولا يذوقها إلا إذا عرف الله. معرفة الله تقتضي أن نطالع منة الله في أنفسنا وفي الآفاق، تقتضي أن نطالع جمال أسماء الله الحسنى. الله عز وجل عرف بذاته سبحانه وتعالى من خلال كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر أبواب التعريف بالله، طرق التعريف بالله كثيرة، ولكن من أشهرها وأعلمها أسماء الله الحسنى. وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى شيء مهم جدا في العقيدة الإسلامية. أسماء الله التي هي دالة على صفاته بالذات سبحانه وتعالى، صفاته اللازمة التي بها نعرف لله قدره سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الحسنى أنوارها ما تزال تتدفق نعما لا تحصى على العباد. من مرض يحتاج إلى الله عز وجل الشافي، ومن جاع يحتاج إلى الله عز وجل الغني سبحانه وتعالى الرزاق سبحانه وتعالى، ومن ضاق به الأمر يحتاج إلى الرحمن الرحيم في أي شدة كانت. فهو سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه يمد العبادة بمنن لا تحصى. حينما تدرك بأن كل كبيرة وكل صغيرة من هذا الكون إنما هي قائمة بالله، لا يمكن لشيء في الكون في السماء أو في الأرض أو في على امتداد الفضاءات والأفلاك وطبقات السماوات، لا يمكن لشيء في هذا كله من الخلق من الأحياء أو غير الأحياء، لا يمكن لأي شيء أبدا أن يقوم بذاته إطلاقا. ما كنت شي حاجة اللي شد رأسها برأسها، كل شيء مشدود وقائم بالله. فالله عز وجل يخلق ويقوم بالأشياء، القيوم سبحانه يقوم بالأشياء يعني مقابلها وشدها، يمسك الأشياء أن تزول سبحانه وتعالى، رافع السماء بغير عمد سبحانه وتعالى. فهو إذن يمسك كل شيء أن يزول، أي أن يسقط ويضطرب، ومنه تتدفق النعم على العباد من الخيرات والبركات والحسنات. فهو سبحانه لا يفعل ذلك إلا محبة في عباده، إلا لطفا بهم، إلا رحمة بهم، يطعمنا رعاية ويسقينا رعاية. الرعاية يعني يرعانا سبحانه. وله المثل الأعلى، أشد مما ترعى الأم ابنها الوليد. يعني الأم اللي كيكون الرضيع ديالها يالله تزاد كترعاه. ما معنى الرعاية؟ الرعاية يعني واحد المقابلة بالحرص الشديد، هذا معنى الرعاية. يعني أن الأم لما كتقابل الطفل الصغير كتقابله هي خايفة عليه وفرحانة به، لأنه الطيف بقي طري، يمكن أي حركة تعوز له يده أو ظهره لا قدر الله يعني يتعرض للأذى بسرعة. فالأب يرعى ابنه والأم ترعى ابنها محبة فيه، هذه رعاية كتسمى. والله عز وجل أرعى لعباده من الأم لابنها الوليد. فحينما يسقيك رعاية، يشرق الشمس على العباد رعاية لولاه لما أشرقت، ويغربها سبحانه وتعالى على العباد رعاية، ويدير الأرض حول نفسها وحول الشمس لتنضج الثمار للعباد رعاية، وليقع ما يقع من زمان ومن ابتلاء بالعباد رعاية. فهذا إله ودود، ولذلك كان اسمه من أسمائه الحسنى الودود. الودود صيغة ديال المبالغة من الود. قال العلماء الود هو خالص المحبة. لما تمخض المحبة تمخضها وتخرج منها الزبدة، هذه الزبدة سميتها الود. الود والله عز وجل ودود سبحانه، لأنك تذنب ما شئت وتأتي ربك بقراب الأرض خطايا، بل قد تبلغ خطاياك عنان السماء، ظلمات بعضها فوق بعض. فإذا لقيته يوم القيامة لا تشرك به شيئا غفر لك سبحانه وتعالى إن شاء. قال ولا أبالي. فهذا إله ودود محب لعباده يرعاهم رعاية. حينما تقرأ القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله، كلام الله،
وأنعم به كلاما تكلم به الله عز وجل. اقرأه وكأنما يخاطبك أنت، وهو كذلك يخاطبك أنت، لأن الله عز وجل أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم إلى من؟ إلى الناس، وأنت واحد من الناس. وما تخليكش تحس بواحد الإحساس يزرعه إبليس في الإنسان، هذا الإحساس هو أنه كأن القرآن ما كيعنيكش أنت، هو القرآن راه كيتكلم مع الناس كاملين وانت غير واحد في الناس. والإنسان عنده واحد النفسية كسولة لما كيكون داخل في الجماعة كيرخي، معنى الكلام أنه واحد الشغل مثلا، هذه مسألة نفسية عند الإنسان، واحد الشغل مثلا إلا كلفت به خمسة الناس لا بدأت تلقى فيهم واحد كيعول على الجماعة كيرخي ما كيخدمش مزيان. لما كتقول لواحد الخدمة كنعرفها فيك أنت وتعينه يبقى رفض لهم. وهذا الإحساس هو إحساس سيء شيطاني، لأنه كيخلي الإنسان يتكاسل على الواجب دياله، وكيجيب إبليس لعنه الله الإنسان في العبادة وفي التعامل مع القرآن الكريم خاصة. تقول هذا كلام الله نزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، ما نزلش عليا أنا، نزل على رسوله وخطب به الناس، وإن أنا إلا واحد من الناس. فكتحس بحال زعما تقول راه ماشي عليك بزاف، لا أبدا إطلاقا، هذا غلط، غلط من جوج النواحي، غلط في العقيدة أولا وغلط في الشريعة. أما في العقيدة فالله سبحانه وتعالى ما عندوش الدور في مخاطبة الناس، ما كيديرش الدور في الخطاب، لأنه شكون اللي كيدير الدور في الخطاب؟ هو بنادم. ما يمكن ليش أنا الآن هذه اللحظة نتكلم مع واحد من هذا الجمع باسمه فلان وعينه فلان بن فلان كنعرفه معرفة خاصة، ونقول له الكلام في نفسه اللي خاص به، خاص به هو، وفي نفس الوقت وحدث به الناس أجمعين، غير ممكن، ما نقدرش، لأن فلان غير متعدد، ها واحد. وثانيا لأنه ما عنديش القدرة باش نجعل من اللحظة الواحدة لحظتين أو ثلاث أو أربع لحظات، غير ممكن. الله عز وجل ممكن هذا في حقه، علاش؟ لأنه لا تحكمه اللحظات، الله عز وجل غير خاضع للزمان، بل هو حاكم على الزمان والمكان سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك فهو قدير عز وجل على مخاطبتك أنت وأنا والآخر والآخر وسائر الخلق أجمعين في الوقت الواحد. ألا ترى أنه يسجد له كثير من الناس، والشجر والدواب والنمل والحوت في البحار والكواكب وسائر الخلق، وكل يدعو بدعائه في خاصة نفسه، كل طبقات الخلق كل واحد كيطلب ربي من داكشي اللي عنده هو في حاجة. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كل يرفع دعاءه إلى الله عز وجل مستجيرا وطالبا وراغبا وراهبا، ويسمع الله الجميع في الوقت الواحد ويعطي الجميع في الوقت الواحد، لا يشغله أحد عن أحد، ما يمكنش. هذا راه الله عز وجل، وهذا مفهوم من مفاهيم الألوهية. ما تديرش القياس ديال الذات الإلهية على بنادم، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، الله فوق الجميع. ما تخدمش عقلك باش تفهم الذات الإلهية، مستحيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروه قدره، ما تبقاش تفكر في الذات الإلهية تبغي تخيل الذات الإلهية، مستحيل، لأن النسبية قاصر عن الإحاطة بالمطلق كما يقول علماء المنطق. أنت نسبي ضعيف محصور، عندك بداية وعندك نهاية، عقلك عنده بداية وعنده نهاية، محسوب خلايا الدماغ ديالك، ما هو ممكن أن تستوعبه بعقلك محدود، لما يعمر ما يبقاش يشد. فكيف يمكن أن تتفكر في الله والله لا يحيط به شيء، بل هو عز وجل يحيط بكل شيء، لا يمكن أبدا للجزئي الضئيل النسبي أن يحيط بالكلي المطلق. والله عز وجل سبحانه وتعالى عن كل وصف إلا وصف الكمال والجلال محيط بكل شيء. إذن إذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل إذن بعجيب قدرته يرعى جميع الخلق، يرعى جميع الخلق ويسمع لجميع الخلق ويعطي جميع الخلق، لا يشغله أحد عن أحد. هذا إله كفيل وجدير وقامن بأن يحب وتهفو إليه القلوب. والعبادة هذه حقيقتها، حينما تشهد أن لا إله إلا الله فمعنى ذلك هكذا، هذه حقيقة التوحيد.
واللي عنده فهم آخر أنه الله كيدير الدور لبنادم في سماع أمره، هذا راه غلط في التوحيد وغلط خطير. قلت وهو خطأ شريعة أيضا، لأن مطلوب منك أنت من الناحية العملية أن تطلب الله عز وجل على كل حال، وأن تتجه إليه في كل أمرك في عسرك وفي يسرك، لأن إذا أخطأت في المفهوم التوحيد غادي تخطأ في العمل الديني اللي هو العمل ديال الشريعة أو الشرعي. إذن القائد الذي يقودك إلى ربك هو محبته سبحانه وتعالى. قلت ولا تحبه إلا إذا عرفته، وإنما تعرفه بأسمائه وصفاته، وكتابه دال على ذلك كله. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تجدها في كتاب الله عز وجل. وكتاب الله قلت نازل للناس أجمعين ليقرأه كل واحد على ميزان نفسه، يعني على الميزان ديال نفسه، يقرأ نفسه من خلال القرآن. شاهد نفسك في ميزان الله، وإنما ميزانه كتابه عز وجل. لما تقرأ آيات القرآن الكريم شوف نفسك في ذيك الآيات أين أنت منها. آيات الصديقين والصالحين، آيات الطالحين والكافرين، آيات الخير وشروط الخير، آيات الضلال وشروط الضلال، بين هذا وذاك مراتب شتى، أين أنت منها؟ كتاب الله أنزل لتبصر به. الله تعالى نزل القرآن الكريم باش تشوف به، ديروا نظاظر، تشوف به الكون، تشوف به نفسك والحياة حولك وكل شيء. أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، ما أشد إبصاره وإسماعه. القرآن الكريم يبصر الناس ويسمعهم، فتحتاج إذن إلى أن تفتح فقط بصيرتك، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وعمل قلوب، قلوب باش كتعمل عمل قلوب، إنما يكون بالذنوب، حينما يكثر العبد من الذنوب ولا يستغفر ولا يتوب، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. لما ما يستغفرش الإنسان من الذنب كتجي الخطيئة وتدير نقطة سوداء في القلب، وتلحق عليها الخطيئة الأخرى وتدير نقطة سوداء في القلب، وهكذا نقطة على نقطة حتى يصبح هذا القلب أسود مربدا مجخيا كالكوزي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. القلب يتغلف، وهذا الكلام ديال النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصيرة. حصيرة اللي شاف الناس يخدموا الحصيرة، الحصيرة كينسجوها خيط مع خيط مع خيط، ويخدموا الخيوط كيضفروا خيوط نسيج، والنسيج هو من أشد الأشياء متانة. لو أنك تشد خيط ديال الدوم ولا ديال الزعف ديال النخل ولا خيط ديال التوب بوحده وتقطعه يتقطع، ولكن لما تضفروا مع أخوه تنسجوا، ومع أخوه الأخر والثالث والرابع والخامس حتى يصبح نسيجا كيتمتن ويولي قوي جدا. فإذا انتسجت أو نسجت الخطايا على القلب أو نسجت عليه بالأحرى، صارت غلافا كالحصير قويا متينا، فتغلف القلب تغليفا، كما غلفت قلوب بني إسرائيل وقالوا قلوبنا غلف والعياذ بالله. والشيطان هذا دأبه وسعيه لعنه الله، يغلف يسعى لتغليف القلوب، كما نقولوا بالدرجة العامية ديالنا كيقوطو، كما يدير البقال القاغط لما يدير فيه البضاعة. إبليس يشد القلب يحاول يغلفه بأسوأ الذنوب، ذنب على ذنب وبسرعة قبل أن يتوب العبد، عسى أن يتمكن من ذلك القلب ويلقيه حينئذ بوادي القمامات والقاذورات. ولذلك كانت نصيحة محمد صلى الله عليه وسلم للعباد وللمؤمنين: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا من جوامع الكلم، يعني من أرفع الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم المختصر العجيب الدال على الدواء الشافي حقيقة، كما عبر ابن القيم رحمه الله. هذا الحديث عجيب جدا فعلا وموجود، ولكن مع الأسف القلوب إذا غلفت يصعب عليها أن تستفيد من كوثر النبوة. وأتبع من الإتباع المباشر، غلط سيئة أذنبت أتبعها بحسنة، دير منورة مباشرة، ما تسناش تقول غدا، لأنه غدا هذيك السيئة اللي درت ما كتبقاش جلسة، كتفرخ بحال الميكروب، تقوم بالنسج مع ما سبق في قلبك من سيئات. لما تحط سيئة وسابقة لك سيئة، راه مشات كتخدم مع خوتها وتغلف قلبك
تغليفا عرض الحصير عودا عودا وحده مرة وحده في ديك البلاصه قلعها في الحين قبل ان تصبح نسيجا. انا ملي كتولي نسيجا الجامع قلعالك من قلبك. واتبع السيئه الحسنه، فعل تعدى الى مفعولين لحظه واحده، جوج ضربات بضربه واحده. واتبع السيئه ت مفعول به الاول، حسنه مفعول به ثاني، في المكان بفعل واحد، مما يدل على تزامن الفعل انه خدمه واحده. كي الغلطه غلطتها فاللحظه اتبعها بحسنه. قال عليه الصلاه والسلام تمحوها، وهذا يسمى في النحو جواب الامر، وجواب الامر يفيد اللزوم. اتبع تمحو، اجتهد تنجح، يعني 100% ما فيها شيء الشك. حينما تتبعها تمسحها كامله، ما تخلي منها ولو كامله، و100% تمحوها. فالعبد اذا تخلص من ذنوبه ذاق حلاوه الايمان حينئذ وحينئذ فقط. العبد ملي يتخلص من الذنب ويتطهر منه يولي يذوق كما يقع للانسان المزكوم لضرب الروح، كيف قد حست الشم كيبقاش يشم، غير يحيد منه الروح هو كيعرف راسه راه بدا كيبرى ملي كيبدا يشم، كيقول اليوم اني شميت هذه الرائحه، اذا راه الروح بدا يمشي في حد. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في الحديث هذا الانسان اللي تغلف قلبه بالذنوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني الحق ما كيبقاش يبان له والباطل ما كيبقاش يعرفه. فلما المنكر ما كيبداش ينكرو، علاش ما نكروش؟ ما فهموش. والمعروف ما عرفوش، هو معروف فلم يعرفه، فاذا فضى، اختلط عنده رائحه الخير برائحه الشر، حل الانف ديال المزكوم ما يفرق بين الرائحه الطيبه اللطيفه والرائحه الخبيثه النتينه كيتقدو عنده، مع انه عند الناس الاسوياء اللي باريين ما مقدينش رائحه منعشه ورائحه مقرفه. كذلك الذنوب والاعمال الصالحه لدى العبد الذي له قلب يذوق. فلتدرك المحبه جرد قلبك من الخطايا، يذوق 100%. لو انك جردت قلبك من الخطايا حقا لذاق هذا المعنى الذي تحدث عنه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام واخبر به الصالحون ممن ذاقوا، حينما قال الله عز وجل في القران الكريم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، كاف تشبيه هو المعنى اللي كنا نتكلم عليه، يعني عداد من الناس تاخذوا من دون الله انداد، كيرجعوا لهم في العسر واليسر يطلبوا منهم سواء كانوا احجارا او اشجارا او غير ذلك. شنو وقع لهم؟ قدهم مع الله تعالى في المحبه، يحبونهم كمقدم كحب الله. فهذا تقد في الذوق ديالو الطعام الطيب والطعام الرديء، ما بقاش يذوق، تعطيه ذوق اللسان ديالو ما بقى فيه ذوق، او الانف ديالو ما بقاش قادر يميز بين الرائحه الطيبه والرائحه الخبيثه. يحبونه كحب الله قادين عنده، بينما المؤمن صافي القلب اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله، واشد صيغه تفضيل، العبد يفضل حب الله على كل حب. وحب الله امر لو امتلك على عبد قلبه لما وجد بعد ذلك راحة إلا في الاقتراب منه. الإنسان اللي كيحب شي بلاد أو كيحب شي واحد ساكن في شي بلاد، فوقاش تكون الراحة دياله؟ جوج حالات، إما في الحالة لما يكون هو في ديك البلاد قريبا من محبوبه أو من المكان الذي يحبه، أو في حالة تانية من اللي يكون قابض الطريق مسافر غادي لعنده. فكذلك العبد المحب لربه لا يجد راحته إلا في حالين، إما أن يكون إلى جانب ربه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو يكون في حالة السير إلى ربه. ولذلك رتب النبي عليه الصلاة والسلام الحسنات على الخطوات التي يخطوها العبد إلى المسجد وهو يقصد الصلاة، لم يخرجه من بيته شيء سوى الصلاة. شيء عظيم جدا ألا يخرجك من بيتك أو من متجرك أو من مكان عملك شيء إلا الصلاة. فين خارج ماله غادي يصلي، لا أقل ولا أكثر. تركت المال والأعمال وتركت سكينة المنزل ودفء الفراش تقصد في خطوات مشاء إلى الله في الظلم وقلبك منير
الظلام على الناس الاخرين، اما انت واخا غادي في الظلام انت غادي في الظلم، لان العبد اذا خرج الى الله لا يقصد الا الله، فقلبه منور بنور الله وبصره منور بنور الله، فهو يرى بنور الله ويسمع بسمعه عز وجل سبحانه وتعالى. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يسير إلى الله عز وجل إلا محب له. إننا في حاجة أيها الإخوة، في حاجة شديدة إلى مطالعة آلاء الله في الأنفس والآفاق، محتاجين بزاف نتأملوا ونتفكروا ونتدبروا ونقلبوا على هاد المعاني اللي كتخلينا نعرفوا ما الله، شكون هو الله عز وجل. خصنا نعرفوه، راه معرفتنا به قليلة بزاف وراه مشكلة. إننا كلما عرفناه ازددنا له حبا، بقدر ازديادك من معرفة الله تزدد حبا فيه عز وجل، لأن خلاله سبحانه وصفاته هي صفات المحبة، كل صفاته تقربك إليه وتحببك فيه، وإنما يضيع ويضل من جهل هذا. كثير من الناس كيقلبوا على أشياء ترضي أنفسهم، ضلال، أفسد الناس المال وأفسدهم كثير من ألوان الضلال، من النساء والشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الإنسان يسعى ويجري وراء الملذات، لماذا؟ ليجد راحته، لأن راحته في شهوته. زين للناس حب الشهوات، تزيين، تزيين فطري، الإنسان يبحث عن الراحة، ولكن المشكل هو في طريقة الوصول إلى هذه الراحة. لو قصد فيها، أقول فيها، الله عز وجل لوجد راحته فيها حقا، لأنه لم يقصدها لذاتها وإنما قصدها لله سبحانه. وحينما يقصدها لذاتها يدخل في قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلا يجد راحته لا فيها ولا في غيرها. وفي الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. كيف تتعارض إرادة العبد مع إرادة الله؟ إرادة الله قاضية غالبة، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده. أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن أطعتني فيما أريد مكنتك مما تريد. لو تطيع الله فيما يريد الله يعطيك الله ما تريد أنت. فإن أطعتني فيما أريد مكنتك مما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. وإن عصيتني فيما أريد منعتك مما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. فالعبد إذن لو قصد ما قصد من الملذات ولكن بالمنهج الشرعي، فمعنى ذلك أنه يعرف لله قدره. قال لك هذه حرام، هذه حرام، فأنت تعرف لله قدره، فمحبته إذن قاضية على محبة ما دونه. وخا هذا المال عزيز عليك، ولكن لأن هذا الشكل من المال حرام انتهيت. علاش؟ لأنك أحببت الله فوق محبة المال، فالله يعطيك من رزقه المال الحلال وتبقى في قلبك محبة الله. محبة الله أيها نور يقود العبد إلى الله، ولا يحرمه من أي شيء من خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. ولكن الشيطان يضل الإنسان ويمنيه، يعده الفقر، والله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب رسولك ويحب الصالحين من المؤمنين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهرنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك الصلاح والتقوى والفلاح، اللهم رشدنا وارشد بنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفق الله.